تعالوا نروح بقى على الكوره بقى. الفيفا خدوا قرار خلاص يعلنوا تفاصيل قرعه كاس العالم للانديه 2023 وبمشاركه الاهلي. الاهلي يا جماعه ما شاء الله عليه برضه، يعني دايما متالق. عقبالنا قادر يا كريم، نبي يا رب فرجها علينا، فرجها علينا يا رب. احنا الزملكاويه الطيبين الصابرين الامراء اللي بالهم طويل، اللي عندهم تمسك كده دائما بناديهم وبمبادئهم. معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الصديق العزيز احمد الهواري. ازيك يا ابو حميد؟ استاذ يوسف الصديق العزيز الغالي، متابعك في الانترو وانترو جامد ومتالق دايما. الله يخليك يا رب، وبرحب بمشاهدينك. بتشاركنا الدعاء وتؤمن على الدعاء ولا لا؟ يا رب، يعني نتمنى ان ابواب السماء تبقى مفتوحه. امين امين امين. قول لي على يعني اعلان القرعه وفي نفس الوقت على مشاركه الاهلي، كم مجره العاده تاتش وود؟ طبعا خلاص النادي الاهلي اصبح واحد من الفرق اللي دوما بيشارك في نسخ كاس العالم للانديه. صح. من اكثر الفرق المشاركه في المونديال، دائما متواجد بحكم تاريخه، بحكم تصنيفه كمان في القاره الافريقيه، بجانب طبعا تتويجه بالنسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح على طول للقرعه. بكره ان شاء الله باذن الله الفيفا اعلنت بشكل رسمي عن اقامه القرعه، غدا هتكون في مدينه جده بالسعوديه. القرعه عشان برضو الناس بتسال هتكون مذاعه على كل منصات الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم. ابرز الفرق المشاركه او الفرق المشاركه بشكل عام تحدد منهم ست فرق، هم سبع فرق لكن اللي تحدد ست فرق طبعا يتقدمهم ممثل الكره المصريه النادي الاهلي بحكم فوزه بدوري ابطال افريقيا، مانشستر سيتي بطل اوروبا، اوراوا الياباني بطل اسيا، ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، اتحاد جده اللي هو الفريق اللي يعني من الدوله المستضيفه، وبطل الدوري السعودي اوكلاند سيتي. يتبقى فقط فريق سابع هيتحدد وهو بطل كوبا ليبرتادوريس، لكن لسه البطوله لم تنتهي، يعني ننتظر يعني الفريق اللي هيفوز بكوبا ليبرتادوريس عشان يبقى السبع فرق. ولكن القرعه بكره هيتم سحبها عادي جدا، وهيتم سحب بطل كوبا ليبرتادوريس ايا كان ده الفريق اللي هيفوز. نتمنى طبعا ان النادي الاهلي يبدا بمشوار يعني خفيف كده، تجنب مبكرا السيتي، لان نتمنى اكيد ان النادي الاهلي يروح لبعيد في البطوله، خاصه ان الجماهير بتمني لنفسها بقى ان النادي الاهلي يشارك في النسخه دي ويتواجد في نهائي النسخه، يعني على غرار يعني المرات اللي فاتت كلها النادي الاهلي كان المركز الثالث هو اقصى مركز قدر يوصل له، فالكل بيتمنى ان النادي الاهلي يكون متواجد في النهائي. فنتمنى ان القرعه تبعد الاهلي عن السيتي ويلتقي مع السيتي في نهائي البطوله باذن الله. طب باعتبار ان الاهلي هو فعلا ممثل الكره المصريه في البطوله دي، فانا هقول احنا، مش هقول بقى النادي الاهلي، هقول تتوقع يا ابو الكرامات ان احنا ممكن نلعب مع مانشستر؟ ولو لعبنا نعمل ايه؟ بص، دايما النادي الاهلي، او برضو مش عايز اقول النادي الاهلي ولكن يعني احدد النادي الاهلي بعينه لان هو الممثل مصر في كاس العالم للانديه، دايما الكره المصريه في المحافل الكبرى بتشرفنا، واللعيبه المصريين بيكونوا على قدر المسؤوليه. لو رحنا للبطوله العربيه اللي الزمالك بيشارك فيها، الزمالك قدر ان هو قدام النصر اللي كان بيلعب في نجوم العالم وكريستيانو رونالدو وماني قدر يقدم مباراه كبيره على الرغم ان الزمالك في أسوأ مواسمه، لكن دايما الكره المصريه والفرق المصريه. لا، والزمالك لعب ماتش زي ما انت قلت قدام يعني نجوم العالم بالظبط، وعمل حته ماتش 10 على 10 بالظبط. فالنادي الاهلي دايما كمان في كاس العالم للانديه لما بيلعب، شفنا لما لعب بايرن قدم مباراة كبيرة جدا جدا وكانت خسارة بشق الأنفس. فنتمنى بس إن النادي الأهلي يتجنب السيتي في البداية، يعني ما يقابلش السيتي في نص النهائي، لا يلتقي بالسيتي، يكون السيتي في الناحية الثانية والنادي الأهلي بقى والسيتي يلتقي في النهائي، لأن هتبقى فرصة. لو النادي الأهلي تجنب السيتي في نص النهائي هتكون فرصة النادي الأهلي كبيرة جدا، خاصة إن الفرق اللي موجودة كلها أعتقد فرق في المتناول يعني، والنادي الأهلي يقدر إن هو يصعد للنهائي. وانا توقعي ان النادي الاهلي في النسخه دي هيكون باذن الله في نهائي كاس العالم للانديه.
ابو الكرامات. بتثق فيا؟ انت امال انا بسميك ابو الكرامات ليه؟ بس خلاص النادي الاهلي ان شاء الله في نهائي كاس العالم للانديه. يا رب يسمع من بقك ربنا، عقبالنا بقى في الزمالك احنا كمان في يوم من الايام. نتمنى. لعله قريب باذن الله. بشكرك جدا 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 يا احمد الزميل العزيز الناقد الرياضي الشهير احمد الهواري، اسمه في برنامجنا دايما ابو الكرامات، توقعاته دايما جون بصراحه.